بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس. بنسعد جدا بكل رسائلكم وكل استفساراتكم وكل شيء بتبعته لنا، صدقوني بيكون محل اهتمام مني أنا وكل زملائي فريق الإعداد. واحد من الناس في البداية وفي النهاية هو برنامج خدمي، برنامج يقدم لحضراتكم، بيخدم حضراتكم، بيحاول يلبي كل طلبات حضراتكم. احنا الفترة ديت ان شاء الله يعني بإذن الله هنقدم ايضا مرة تانية جهاز العرايس. احنا كنا قدمنا الفترة اللي فاتت مجموعة من اجهزة العرايس، احنا مستمرين ان شاء الله. خطتنا السنة دي بإذن الله 1000 جهاز عروسة ان شاء الله بإذن الله. احنا خطتنا السنة دي ان شاء الله بإذن الله، واحنا يعني بنبدأ موسم جديد بإذن الله ان شاء الله هيكون معانا كمان 1000 مشروع صغير، ما بين مشروعات بقالة، مشروعات يعني تغذية خاصة مثلا بالتربية المواشي، المناحل، مشروعات صغيرة ممكن تتعمل، تلاجات ممكن تتعمل في البيوت، فان شاء الله هنقدمها لكل واحد هيبعت لنا. احنا مستمرين 5000 عملية عيون ما بين مية بيضة ومية زرقاء ان شاء الله بإذن الله مع أمهر الأطباء في أفضل المستشفيات. احنا مستمرين في اجراء الجراحات للاطفال بدون مقابل مع امهر الاطباء ان شاء الله باذن الله. احنا مستمرين في تقديم خدمات العمره ان شاء الله باذن الله، وربنا يا رب ان شاء الله يقدرنا ونكون دايما عن هو واحد بينهم يسمع شكواهم ويلبي احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل التي تعمل على مدار الساعه، سواء صفحات السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. أرسلت السيدة ولاء من الشرقية رسالة قالت فيها إنها فقدت رجلها إثر حادثة سير وتحتاج لتركيب طرف صناعي، وبحمد الله استطاع البرنامج توفير الطرف الصناعي لها. عملت حادثة رجلي الشمال فتر من فوق الركبة، حصل لي فتر من فوق الركبة رجلي الشمال، وبقالي 5 سنين ماشي على عكاكيس. لما تعبت ونفسي تعبت، معايا 3 أطفال، ولدين وبنت. جوزي أول واحد ده عيرني من ساعة ما حصل لي الحادثة، وهو اتجوز عليا ما بيصرفش عليا ولا أنا ولا عيالي، ولا مهتم ببيت ولا مهتم بعيال. مش بعرف أطبخ ولا بعرف اغسل، ممكن مواعين التنقل بالعشر ايام مش تتغسل. انا مش عندي بيت، انا قاعده في حته كده مفتوحه كده ملهاش حل. الناس كده من انا كده اقعد فيها. كلمت برنامج واحد من الناس، قلت لها انا ليه انا عندي بتر في رجلي الشمال ونفسي في طرف صناعي. انا مبسوطه ان النهارده انا هستلم الطرف الصناعي ويا رب امشي عليه. بموجب بروتوكول التعاون بيننا وبين برنامج واحد بالناس، الحمد لله بفضل ربنا وبفضل أهل الخير النهاردة قدرنا نفرح ولاء ونحقق لها حلمها اللي كانت بتحلم بيه، إنها تقدر تتحرك وتخدم ولادها، خصوصا هي العائل ليهم تقدر تخدمهم. والحمد لله رب العالمين تم تحقيق هذا الحلم عن طريق تعاوننا مع برنامج واحد بالناس، ويا رب نفرح أسر أكتر وأكتر. رسالة صوتية جاءت من السيدة نجلاء طلبت مساعدة ابنها هيثم في إجراء عملية جراحية لمعالجة تشوهات الأنف والوجه. أنا نجلاء والدة الطفل هيثم، عايز أعمل عملية لابني وابني اتولد بقى بكركي، يشوف في الحل لسه أشوفه كويس كده ويبقى زي الناس كلها وزي الأطفال كلها. وبالتعاون مع برنامج واحد من الناس أجرى الدكتور أحمد سراج الدين العملية للطفل. انا والده الطفل هيثم، هيثم اتولد بعيب خلقي، واول ما اتولد ما شفته كان فظيع وكانت الناس تخاف تشيله. رحت للدكتور عشان اعمل له العمليه، عايز اشوف العمليه تكلف قد ايه، قال لي هتتكلف 200,000 جنيه، ودخت بيه ورحت لفيت على كل الدنيا كلها عشان اعمل لابني العمليه، وتواصلت مع واحد من الناس وهو اللي قام بالعمليه، وحولني للدكتور احمد سراج الدين
والحمد لله يعني عملت المرحله الاولى والمرحله الثانيه ودي المرحله الاخيره والحمد لله. ما ابن يعني كان فرق كبير قوي يعني، كان الاول ما كانش كده والحمد لله يعني ابني بقى حلو، ما كنتش متوقع ان هو يعمل العمليه بس الحمد لله. إدارة البرنامج كانت تواصلت معانا على مدار سنة، من أكتر من سنة، إن إحنا نعمل لهيثم العمليات بتاعته. هيثم كانت ولد عنده شفة أرنبية مزدوجة في الناحيتين، الحمد لله بتعاون مع إدارة البرنامج عملنا له 3 عمليات، عملية صلحنا فيها الشفة وعملية للأنف واللثة وعملية لسقف الحنك. النهاردة آخر العملية الرابعة والأخيرة إن شاء الله لإصلاح الجزء الأخير من اللثة وسقف الحنك عند هيثم. بنشكر إدارة البرنامج اللي بتقدر توصلنا للحالات اللي في حاجة لمساعدة، بنوعدهم بمزيد من التعاون ومستمرين إن شاء الله في عطاء الخير وقطار الخير لمساعدة أهالينا في كل مكان في ربوع مصر الحبيبة. شكرا لكم. ووصلتنا رسالة صوتية من السيدة مروة رجب من الإسكندرية، قالت فيها إنها تحتاج لمشروع ملابس يدر عليها دخلا، فهي أم لطفلين وزوجها أرزقي. أنا محتاجة أعمل أي مشروع حضرتك تساهم لي فيه عشان أنا ظروفي تعبانة وعندي عيالين محتاجة أعلمهم. أنا محتاجة مشروع أعمله ملابس. البرنامج بالتعاون مع مؤسسة أنا مصروية وفروا لها المشروع. والله بس أستاذة أنا حكايتش إن أنا جوزي على باب الله يوميته 100 جنيه أهواجي، بيشتغل من الساعة 5 المغرب لحد 5 الصبح، هي دي الدخل اللي داخل لنا، مفيش حاجة تانية داخل لنا، يعني ممكن يبقى شغال يومه 10 لأ. طبعا ما بتكفيش، انا قاعده قانون جديد معايا، عايزين علام وعايزين اكل وعايزين شرب وعايزين حاجات كتير، انا قاعده قانون جديد، دي مش شقتي، 600 ايجار غير الميه والنور. انا محتاجه اعمل مشروع اكل منه عيش، اقف على رجلي عشان اعرف اربي ولادي. انا استغربت ان انتوا استجبتوا له، يعني انا بعت الناس كتير ما حدش استجاب، فيش الا انتوا بجد استجبتوا بسرعه، انا ما بقتش مصدقه. واستمرارا لدعم الأسر الأكثر احتياجا، استطاعت مؤسسة واحد من الناس توزيع مستلزمات المدارس من شنط وأدوات مدرسية بمنطقة عزبة الهجانة والكيلو 4.5. في بداية هذه الحلقة الحقيقة يعني وقفت قدام حكاية إنسانية صعبة وغريبة ومؤلمة، حكاية أسرة تعرضت لحادث راح ضحيته الأب والأم وسبعة من الأبناء ولم ينجو من الحادث سوى بطل قصتنا عبد الكريم وثلاثة من إخواته، لكن يشاء القدر أن يؤثر الحادث على عبد الكريم ففقد القدرة على النطق تماماً، ما بيقدرش يتكلم بشكل طبيعي، وبعد ما أصبح بيعاني أيضا من ضعف في السمع. أما المفاجأة فهي أنه بيتكلم فقط وينطق بآيات القرآن الكريم اللي بيحفظه بالتجويد. الحقيقة هي حالة إنسانية فيها إعجاز رباني وقدرات خاصة كان لازم نقابله ولازم نلتقي به ونعرف هذه الإمكانيات الخاصة اللي بيتمتع بيها هذا الشاب بعد الحادث المؤلم اللي أكيد هتفضل صورته في ذهنه طول العمر.
معايا في الاستوديو عبد الكريم محسن واخوه عبد الرحيم محسن وعمهم اللي بيتولى النهارده رعايتهم وتربيتهم بعد وفاه والدهم في الحادث الاستاذ مصطفى عبد الرحمن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا سعيد بحضراتكم وجودكم معايا، وان كنت في محنه مؤلمه المت بيكم، لكن من المحن تاتي المنح الربانيه. الحمد لله. الحمد لله. استاذ مصطفى، احكي لي ايه اللي حصل بالظبط والحادثه حصلت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر حضرتك على الاستضافه، ثانيا الاسره كانت مقيمه في الرياض السعوديه، كان في زياره في طميه، يعني كان في مناسبه عندنا في طميه فبيحضروها وراجعين الرياض تاني، وهما في الطريق حصلت الحادثه. طبعا فقد في اثناء الحادثه الجميع ما عدا الاربعه اللي هو ابراهيم وعبد الكريم وعبد الرحيم واروى. فطبعا الاربعه اللي نجوا من الحادث مين منهم اصيب؟ الاصيب طبعا كان عبد الرحيم وعبد الكريم وابراهيم الثلاثه. ممكن نعرف انواع الاصابات ايه؟ انواع الاصابات ان عبد الكريم سمعوا يعني جت خبطه كده في ودنه اثرت على سمعه. عبد الرحيم حوالي استئصال طحان. استوصل منه الطحان. انا معايا تقرير طبي من اداره الشؤون الصحيه بالفيوم. بتقول ان عبد الكريم محسن بعد الاطلاع على تقرير قياس السمع الصادر لمستشفيات جامعه عين شمس ان هو بيعاني من ضعف سمعي حسي عميق وتلعثم في الكلام بشكل لا يجوز معه تفسير الكلام. ده التقرير الطبي اللي صادر من المستشفى. ايه اللي حصل بقى في عبد الكريم؟ يعني احنا النهارده بصدد حاله عبد الكريم. عبد الكريم لا يسمع ولا يتكلم الا بالقران. تمام. اشرح لي الوضع ايه بالظبط. استدعيناهم جم طبعا عشان المعيشه بقى معنا يعني مع الاسره يعني عندنا في البلد. هل عبد الكريم كان قبل الحادث بيتكلم كويس؟ ايوه يعني كان طفل طبعا كان يعني. امال امتى امتنع عن الكلام وايه اللي حصل؟ انا بس عايز افهم ايه اللي حصل. الحادثه ما حصلت بقى في كليه كانت تجاره حلوان. طبعا بدا يشتغل في 6 اكتوبر هنا، جاء هنا في 6 اكتوبر اشتغل يعني. هو في مجال محاسبه. فطبعا المكن اثر على ودانه. في مكن يعني على الضعف اللي عنده اثر على ودانه. المكان بتاع المصنع اللي كان فيه هو كان بيتكلم؟ كان فيه يعني بعض الكلمات يعني. ودلوقتي بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ لا دلوقتي لا يعني ايه اللي وصله ما بيتكلمش؟ اللي وصله بقى ديت حاجه سبحانك يا ربي. هو عاوننا معاه نعالجه الدكاتره. قالوا ايه الدكاتره؟ الدكاتره في الكليه والدكاتره الخارجيين، ويعني ايه يعني مجال كبير يعني مجال طبي واسع يعني اتخذناه يعني ان احنا بدانا نعالج فيه يعني. فالمهم طبعا راى رؤيه يعني رؤيه حسنه احد الاخوه يعني قال له يا عبد الكريم انت مش هتتكلم، في ايه قرانيه انت هتقراها دلوقتي وبعد ما تقراها هتفقد الكلام خالص. الرؤيه اللي شافها حضرتك يفتح المصحف يقرا، يقفل المصحف مفيش. ده امتى الحاله دي بدات؟ الحاله دي بدات بعد في اثناء الكليه يعني. هو سنه قد ايه النهارده؟ 24. امتى امتنع عن السمع وعن الكلام؟ من حوالي يعني 10 سنين يعني. طب امال انت بتتعامل معاه ازاي وهم بيتعاملوا معاه ازاي؟ هو بقى طبعا يعني ساعات احيانا يكتب يعني كتابه، واحيانا يبقى يعني بالاشاره يعني لغه الاشاره بنفهم يعني نعرف هو عايز ايه. هو دلوقتي حافظ القران كله؟ ما شاء الله يعني. طب ازاي قدر يحفظه هو يعني في الظروف دي؟ هو كان طبعا كان متابع يعني في القراءه وهو يعني في صغره. فطبعا يعني مع في بعض الاخوه الله يبارك فيهم عندنا في البلد بداوا ايه يتعاونوا معاه ويساعدوه. فقدر يعني ايه يحفظ ويكمل الحفظ يعني الحمد لله. عبد الرحيم احكي لي الموضوع ايه اللي حصل، يعني فاكر انت موضوع الحادثه صح؟
كنت موجود، كنت صغير ساعتها، كان عندي 5 سنين. 5 سنين. ايه اللي اتغير في حياه عبد الكريم بعد الحادثه؟ هو اللي اتغير ان بدا يفقد سمعه في ايام في اولى كليه. لما بدا يستمر في الشغل في 6 اكتوبر مصنع الحديد، المواسير الحديد النحاس، الصوت ذات نفسه اثر على ودنه، فحس ان هو تعب. وفقد النطق ازاي؟ لا، فقد النطق دوت في ما هو لما المواسير ذات الصوت العالي اللي اثر على ودنه اثر على النطق. اثر على دكاترة يعالجوه؟ لا، راح لدكاتره كتير. قالوا ايه الدكاتره؟ الدكاتره مش عارفه تشخص الحاله يعني بتاعته. يعني هو لا يسمع ولا يتكلم، امال ازاي بيقدر يقرا قران؟ يعني هو انا اللي عرفته انه بيعرف يقرا قران. هو قراءه القران وحفظ القران ليه كان قبل ما يجرى له الحاله. طيب، لما هو حفظ القران قبل ما يمرض مظبوط، هل بيقدر يتكلم يقول القران؟ ايوه. هل بيقدر يقول كلام اخر غير القران؟ لا، قران بس. يعني بس القران؟ القران بس. انا عرفت انه بيصلي بيكم كمان في المسجد. ايوه، في صلاه التراويح وصلاه الفجر. ولو راح في مسجد وما فيهوش امام، يعني الاهالي الموجوده هناك بيقدموا الامام. حاله غريبه جدا. عبد الكريم، انت سامعني؟ ايوه سامعك. سامعني بالسماعات. طيب، ممكن تقرا لي الفاتحه بصوتك؟ الفاتحه. ممكن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله. عند يعني صوتك جميل، صوتك جميل وفي حلاوة. يعني هو ما بيتكلمش غير بس في القرآن؟ يعني ما فيش أي حاجة يقولها غير القرآن؟ القرآن بس. مش حاجة غريبة دي؟ لا لا، ما فيش غريبة. طب هل ليها تفسير؟ الله اعلم. يعني ما بيتكلمش خالص؟ يعني هو لما قلت له اقرا الفاتحه صوته طلع، غير كده ما بيتكلمش؟ لا، مفيش خالص. خالص. يعني لو قلت له صباح ازيك؟ بقول لك الحمد لله. يعني انت كويس؟ يعني حضرتك لو مع حركه الشفايف ممكن تعرفه بيقول لك ايه؟ يعني بيقول لك الحمد لله. يعني طب ممكن اسالك انت، يعني في مشايخ بتحب تقلدهم في قراءه القران مثلا؟ في مشايخ؟ طب ممكن تسمعني كده وتقلد مين؟ اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير،
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أحسنت. ده مين الشيخ اللي انت بتقلده؟ حذيفي. الشيخ عبد الرحمن الحذيفي؟ انت بتحب الشيخ عبد الرحمن الحذيفي؟ انت حافظ القرآن كله؟ حافظه كله؟ الحمد لله. ما شاء الله. في حد تاني غير الشيخ الحذيفي بتحب تقلده؟ ممكن؟ اتفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السديس. نعم الشيخ عبد الرحمن السديس ما شاء الله. لكن انت فقط تقرأ القرآن حافظ القرآن كله؟ طب انا عايز اصل الحقيقة ده يعني انا عمري ما شفت في حياتي حالة كده يعني دي حالة فريدة من نوعها ان انا انسان لا ينطق وينطق فقط بالقرآن دي بالنسبة لي يعني بقاله كم سنة كده؟ دخل على 5 سنين بقاله كم سنة؟ 5 سنين. طيب في أي حاجة غير القرآن بينطق بها؟ أغاني مثلا؟ تواشيح؟ لا. طب هل مثلا التواشيح الدينية ممكن تقولها بصوتك؟ لا. قرآن فقط؟ طب أنت شفت حاجة معينة خليتك تبقى كده؟ يفتح المصحف هو نايم اخي جاله مع حضرتك اللي انا ذكرتها يعني ممكن تترجم لي اللي قاله؟ يقول لك كان نايم وواحد جاله اخ رأى يعني رؤية يعني في المنام وقال له اقعد هنا كده هوت وافتح المصحف اقرا آية واحدة من كده الآية آية ايه؟ الآية بقى واقراها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي الآية اللي انت قرأت لك في المنام وبعدها قطع بقى ومشي عمل له هني قال له هيبقى في لقاء تاني مسك ايده يعني هيجي تاني هيجي له تاني وجالك تاني لا لسه مين طب مين اللي جالك في المنام شكله ايه لابس بقول لك لابس جلابيه بيضه ولحى بيضه ولحته طويله ولابس طاقيه طويل وطويل مين ده ما يعرفوش يعني اول مره يعني ومن ساعتها ما بينطقش الحقيقه دي معجزه سبحان الله يعني دي معجزه أنا لم أراها من قبل الحقيقة يعني أنا مندهش يعني لولا أن أنا كمان معايا تقرير طبي بيقول ما بيتكلمش من وزارة الصحة المصرية قدام حضراتكم يعني ما عندي يعني طب أنتوا ما فكرتوش يعني ما فيش تفسير حضرتك يعني إحنا يعني اتخذنا كل السبل اللي اتخذناها طب يعني الطب قال ايه طيب يعني التقرير بيقول ما بيسمعش هو مركب سماعات لكن ما بينطقش وبينطق في القران فقط سبحان وبعدين ده صوته جميل نعم يعني واضح ان طب انت هو حفظ القران ازاي بالطريقه دي قبل ما يحيى قبل ما يحصل له يعني قبل ما تحصل الحاجه ديت يعني يا سبحان الله يعني كان حضرتك كان على موعد يعني مثلا بعد الحفظ جات له عملت له حصرت له بقى الحادثه دي خلاص طب بقى لحد كده انت بتحب القران الحمد لله الحقيقه انا يعني بالتاكيد لازم نقف قدام هذه الايه نعم طيب ممكن نختتم هذا اللقاء بخواتيم سوره البقره حافظها يلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أحسنت يا ابني، ربنا يحفظك ويبارك فيك. هو بالتأكيد أنا حبيت أقدم عبد الكريم محسن. الحقيقة هو حالة استثنائية أنا لم أراها من قبل. ممكن حد يطلع يقول لي يعني يشكك في الحالة، يقول لك يعني هنا في معجزة، أصلح إحنا هنا قدام معجزة إن إنسان لا يتكلم أخرس، وعندما ينطق ينطق بالقرآن. ممكن حد يقول لي لا ده في حاجة، ده يعني ممكن حاجة مش مظبوطة يعني، لكن عايز أقول لحضراتكم أنا معايا تقرير طبي من وزارة الصحة إنه ما بيتكلمش، مختوم أي أصله يعني مش يعني. وفريق الإعداد قبل ما نعمل الفقرة دي دقق جدا، وأنا بهتم جدا بالتدقيق في هذا الموضوع. ففي تقديري المتواضع أنه حالة معجزة. إذا في أي طبيب أنف أذن وحنجرة، أي طبيب عنده تفسير لهذه الحالة إن إنسان أبكم لا يتكلم إلا بالقرآن الكريم، يا ريت يقول لي. إذا في حد عنده علاج لي يبعت لي يقول لي. لكن أنا شخصيا قلت سبحان الله، يعني أنا الحقيقة وأنا في بداية الفقرة لم أتخيل الوضع بهذا الشكل. عندما قرأت الحادثة ومنشورة في الصحف السعودية والتقارير الطبية اللي عندي، لم أتخيل أن في إنسان أبكم لكنه ينطق بالقرآن الكريم الذي يحفظه كاملة تلاوة وتجويد. فسبحان الله، وربنا يحفظك يا ابني، اللهم امين، ويجعل القرآن ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة. وادعي لنا، يعني انا كل ما املكه ادعي لنا في صلاتك، ربنا يتقبل منك دعائك. وأوصيكم به خيرا. نعم خير ان شاء الله. و الحمد لله. الحقيقه انا ما عنديش تفسير اقوله، يعني احنا قدمنا النهارده للمشاهد يعني حاله فريده، انا اتصور انها حاله تستحق التامل بجد، يعني انا مش قادر افسرها، وانا متاكد ان الحاله اللي قدامي يعني صادقه، لكن سبحان الله. نورت يا حاج، الله يبارك فيك، ربنا يعني يعني ممكن يكون دي نفحه. نعم. الله اعلم. نعم. انا يعني ما عنديش اي تفسير. نعم. يعني انا لست بعالم، لكن انا بالتاكيد قدام حاله يعني ولا انتوا حاسين بايه يعني؟ انتوا اكيد سالتوا نفسكم الاسئله دي صح؟ ايوه. الناس طب بتتعامل مع يعني الناس بيقولوا ايه؟ يعني في ناس بتبقى واخده بتبقى حاسه ان هو بتتعامل معاه بالاشارات برضه، وفي ناس بتبقى متعوده معاه ان لا ان ما استغربوش ان هو بيتكلمش غير لما يقول قران بس. لا استغربوا، هو قلما يعني مثلا حد يعني تطلب منه القران يقرا قران، ولكن بقى يعني عارفين ظروفه يعني يعني عارفين هو لا لا يتكلم بس، لكن الاعجاز في ان هو ينطق بالقران الكريم. نعم نعم. ربنا يحفظه ويبارك فيك. بشكرك. الله يبارك فيك. بشكرك، ربنا يحفظك، اللهم امين، ويبارك فيك، اللهم ودعائك،
ايوه ادعي لي. امين يا رب، بيتقبل ان شاء الله ويبارك في عمك اللي تولاك. جزاك الله خير. تحبه انت؟ نعم. تحبه؟ نعم. تحب اخيك؟ ربنا يبارك فيه. جزاك الله خير. واجعل القران نور وهدايه لك ولكل من حولك ان شاء الله. نعم. هذه المعجزه بالصوت والصوره في واحد من الناس حبيت اقدمها لكم النهارده، واذا في حد عنده اي تفسير يبعت لي يقول لي، واذا في اي طبيب عنده تفسير يبعت يقول لي، واذا في حد عاوز يتاكد من صحه هذه المعجزه هو موجود ممكن يشوفه، لان احنا بصدد انسان أبكم لا يتكلم إلا بالقرآن الكريم، ولا نستطيع إلا أن نقول سبحان الله. بشكركم جدا. أهلا بحضراتكم من جديد في واحد من الناس في لقائنا الأسبوعي الثابت مع فضيلة العالم الجليل دكتور رمضان عبد الرزق، وحديثنا عن عالم الروح. أهلا بفضلتك وسعداء جدا بتكرر هذا اللقاء. تحدثنا في الحلقات الماضية عن عالم الروح، تحدثنا عن بعد الوفاة يتصعد الروح إلى عالم البرزخ. جتنا أسئلة كتيرة. سؤال بيسأل عن إذا كان الأب مات وله ابن قد توفى من قبل، نعم، فهل يلتقي بابنه في عالم البرزخ؟ وهل يشفع له في عالم البرزخ؟ وما هو عالم البرزخ؟ وكيف وهل هناك ضرر في عالم البرزخ؟ وكيف يقي نقي الروح من البرزخ؟ الله. ولا انت سعادتك لو حد بسم الله الرحمن الرحيم مات له ابن قبل كده، الابن ده بإذن الله يشفع له ولوالديه والأم يوم القيامة. الأب مات له ابن فبيبكي بكاء شديد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أنك ما أتيت يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ على كل باب من أبواب الجنة رايح الباب ده تلاقيه مستنيك يقول لك تعالى يشفع لك يدخلك الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث حلو قوي، إنه لا يموت للإنسان ثلاثة من الولد إلا كنا له حجابا من النار وباب إلى الجنة. قالوا لي يا رسول الله واثنين؟ قالوا اثنين. واحد؟ قالوا واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن السقط لا يجر أمه بسريره إلى الجنة إذا احتسبته. يعني تخيل حضرتك كده كأنها صورة يوم القيامة، واحدة ست سقطت بقى من حمل عادي، سقطت من حقن مجهري، الحقن المجهري كان فيه ثلاثة، سقطت ثلاثة ليها ثلاثة عند ربنا، عملت عملية الحقن المجهري ثلاثة أربع مرات، في كل مرة اثنين اضرب في ثمانية، مستنيين يوم القيامة يشفعوا لها عند الله عز وجل حق ربنا. هما نطفة ومي، شوية دم سقط. لأن سبحان الله يا دكتور عمرو، مجرد ما يتقال بداية حمل القلوب والعقول تتعلق به، الأب بيحبه لسه ما شافوش، والأم متعلقة به ترجو أن يتم الله. طب إذا سقط في ألم شديد، فالألم ده عند ربنا ما يضعش أبدا. والذي نفس محمد بيده إن السقط لا يجر أمه بسريره إلى الجنة إذا احتسبته. تخيل حضرتك زي ما يكون جايلها بعربية، يقعدها على العربية هي والأب، والناس بتتحاسب يوم القيامة وهو ماشي، دخلهم الجنة. لما يدخلوا الجنة أول قصر يقابلوه، ممكن يكون عندهم 100 قصر، أول قصر يقابلوه عنوانه قصر الحمد. قصر يا دكتور الحمد. الله يبارك في عمرك، لأنه ربنا يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم. قبضتم مهجة قلبه؟ نعم. ماذا قال عبدي؟ والله أعلم. قال وحمدك واسترجع، يعني قال إن الحمد لله إن له إن إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سيدنا داود مات ولد. ده أي ابن أو ابنة تموت وأبوها على قيد الحياة ولا يكون فقط الذي لم يبلغ الحلم؟ ليس شرطا، هو سواء بلغ الحلم أو لم يبلغ الحلم
له الأجر كاملا. طب أمال ليه لم يبلغ الحلم؟ أصل العلماء قالوا، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال أصل الطفل دون الحلم هو لسه صغير بيبقى حلو، معنى كلامه يعني أقوله بالبلدي بيبقى حلو والقلوب متعلقة بيه، ما بدأش ينشغل عن الأب، ما بدأش يناكف الأب، ما بدأش يقف قدامه في بعض الأمور، فلسه غلوته إيه عالية قوي. فشوف الطفل الصغير اللي عنده 3-4 سنين تعلق قلب الأب بيه، وشوف تعلق قلب الأب بالابن اللي عنده 40 سنة اللي مسافر بقاله 10 سنين أقلت، بدأوا يستغنوا وبدأ كمان المصالح تصطدم فبدأت المنزلة تقل. فدون الحلم لأنهم غاليين قوي، دون الحلم لأن هم منزلتهم كبيرة قوي، فمنزلتهم عند الله كبيرة جدا. سيدنا داود مات ولده فربنا بيقول له يا داود كم كان يعدل ولدك عندك؟ قال له يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. ده الضنى، الضنى غالي قوي. قال له يا داود لك عندي ملء الأرض ثوابا. قال له يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال أن ألبسه رداء الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. فيشفع له ومستنيه بفضل الله وحده، لأن الشفاعات دي نعمة من ربنا غير عادية. الشفاعة يا دكتور عمرو من أعظم ما يكون. الشفاعة تغير الحال؟ يعني حضرتك قلت لي الروح لما بتعود إلى الجسد بعد وفاتها، بعد وفاة الجسد، أنا خلاص اتفقنا أن الروح لا تموت، صحيح، وأن الأرواح كل من ماتوا منذ بداية البشرية عايشين، مظبوط، في البرزخ، صحيح، مظبوط، صحيح، في أماكن متعددة، ومستنيانا لما يتقابل يبعث الجسم تاني ويتقابل على الروح تاني يوم القيامة، ثم ننشأ إنشاء جديد عشان ندخل الجنة إن شاء الله. واتفقنا على ان بيتشكلوا، في منهم فطير، في منهم في الجنه، في على انهار، في منهم في اماكن مختلفه، برضو احنا عقلنا مش هيقدر يجيبها، لكن اتفقنا على ان الروح ما بتنزلش تاني. مظبوط، النور صحيح، خلاص مفيش روح بتنزل فيمسك تاني، فيمسك التي قضى عليها. خلاص، طيب احنا دلوقتي ده اللي بتكلم فيه. طب انا اتفقنا كمان على ان دلوقتي لما بتنزل الروح بيعرف الإنسان منعم ولا غير منعم. الشفاعة بقى دورها هنا إيه؟ هل تبدل الحال من غير منعم لمنعم؟ جدا، ولو عمل كبائر، ولو عمل كبائر، أو لو عمل كبائر، اديني أمثلة ونماذج. أقول لك نصوص. نصوص شفاعة يعني إيه يا دكتور؟ أنا لوحدي، معليك جيت وقفت جنبي، أنا لوحدي فرد وتر، معليك وقفت جنبي، بقينا إيه؟ شفع. الله يبارك في عمرك، فلما وقفت جنبي قوتني. فالشفع يعني انضمام واحد إلى واحد ليقويه. الشفاعة موجودة في القرآن الكريم ومنفية. الله عز وجل أخبرنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الآية اللي بعدها على طول في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي آية تانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى أنا عندي الشفاعة المقبولة مشروطة بشرطين، بإذن الله ورضا الله. في شفاعة منفية اللي هي شفاعة الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع. فالشفاعة المنفية الشفاعة بدون إذن وبدون رضا، والشفاعة من غير المسلمين. طيب الشفاعة تعمل إيه يا فندم؟ الشفاعة تغير كل الأحوال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة 9 شفاعات يا دكتور عمرو، 9 شفاعات تغير كل حاجة. ممكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر. من ضمن الشفاعات فيه ناس فعلوا كبائر وأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوقف غفرنا لهم أدخلهم الله الجنة. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. في شفاعة خلي بال حضرتك الرحمة بتاعت هذه الشفاعة تنال المسلم وغير المسلم. يعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته تنال غير المسلم لأنه رحمة لمين؟ ما قالش للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الشفاعة العظمى يا فندم، أول شفاعة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنال المسلم وغير المسلم، لأن ساعتها ربنا هيقبل شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الحساب للجميع، لأن يوم القيامة مقام والكل تعبان والكل مجهد والكل محتاجين يلا بينا نبدأ الحساب. انتظار الحساب صعب، انتظار الحساب مجهد، فيروح لسيدنا آدم يقول لا لا ما أقدرش، نفسي نفسي، لسيدنا إبراهيم نفسي نفسي، لسيدنا موسى نفسي نفسي، سيدنا عيسى نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فينطلق يسجد تحت العرش، فيلهمه الله عز وجل أسماء لم يلهمها لغيره. أقول لحضرتك إزاي؟ صدق. هي أسماء الله محصورة؟ لا، الله يجبر خطرك. لا، هناك أسماء محدش يعلمها. لا، مش 99. الله يجبر خطرك. يقال إنها فوق 250، فوق وأكتر وأكتر. ده يا فندم اللي ألهمنا الله به. في أسماء استأثر الله بها. نعم. ولذلك احنا نقول ايه؟ اسألك بكل اسم هو الأعظم سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب. أيوة عندك. مما استأثر الله به في علم الغيب عنده يلهمه الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش يطلب الشفاعة في إقامة الحساب، فربنا يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله أكبر، اسمها الشفاعة العظمى، وتنصب المحكمة الإلهية وتغير الحال جدا. تغير الحال بإيه؟ من نار إلى جنة. ممكن. طيب، من ضمن شفاعات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس في جهنم ويعذبون. بس ده احنا بنتكلم هنا ايه؟ في يوم القيامه بقى. يوم القيامه. احنا خلاص تجاوزنا بقى القيامه الصغرى، دخلنا في القيامه الكبرى. بالظبط يا فندم، اللي هي بقى يوم القيامه المحكمه منصوبه. تمام، وممكن نبقى نقف عندها شويه كده، لكن احنا ناخد بس فقره منها اللي هي فقره الشفاعه بس. تمام. وطب سيدنا النبي هيعرفنا ازاي يوم القيامه؟ يوم القيامة أحوال وطارات، يعني أحوال تلاقي فيه ضلمة جامدة جدا، محدش شايف خالص، من لم يجعل له نورا فما له من نور. فجأة تلاقي حضرتك ربنا مديلك نور قد نور الشمس بعملك الصالح، تمشي على الصراط لما تروح الجنة وأنا جنبك. بتمشي بقى إيه؟ جسمان وروح. أيوه طبعا، ما هو الجسم بقى بعث والروح اتقابلت عليه في يوم القيامة، لكن طول ما الروح لم تقم القيامة الكبرى في البرزخ لوحدها، الروح لوحدها والجسم عظم الذنب فقط هو اللي متبقي. الله يكبر خطرك. مفيش حاجة تربطهم ببعض. مظبوط. لكن في اتصال ما بين المكان الذي دفن فيه الميت وما بين الروح في البرزخ. ازاي يعني؟ أنا لو روحت دلوقتي القبر الذي دفنت فيه أبي فانية، عجب الذنب اللي موجود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يغفر لك يا أبي. فيه اتصال هنا ما بين هذا المكان وما بين روح أبي في البرزخ، توصل له ال ال الكلام ويسمعني وأنا هنا. يسمعك إزاي؟ ما احنا قلنا أنه في انفصال. خلاص، انفصال بين مين؟ بين الروح وبين القبر وبين الحياة الدنيا. زي الفل، لكن فيه اتصال. فيه اتصال. فيه اتصال. وعشان كده حضرتك لما بتروح المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، هل تسلم إلا على من يسمعك؟ لا. الله يكبر خطرك. وقالوا لسيدنا النبي يا رسول الله إزاي تسلم عليهم؟ قالوا ما أنت بأسمع منهم، هم سمعنا كويس جدا، لكن هو ربنا حجز بيننا وبينهم، لكن يشعرون. فأنا لما بروح أزوره هو مش موجود في المكان، لكن يصل السلام زي ما بيصل السلام من أي مكان. أنا دلوقتي الآن دعوت لوالدي، اللهم اغفر له وارحمه، والوالد حضرتك اللهم اغفر له وارحمه، والوالد كل المشاهدين واللي معنا في القناة واللي موجودين واللي مش موجودين، اللهم اغفر له وارحمه. السلام ده وصل لهم دلوقتي كلهم، سواء انت عند القبر او انت هنا. مظبوط يا فندم. امال انا بروح القبر ليه؟ للعزة والعبرة، كلنا الى هنا، النهاية هنا. ولذلك سيدنا النبي لما قال زوروا المقابر ما قالش تنفع الميت، لا، قال تذكركم الآخرة، ونص البخاري وتزهدكم الدنيا. ده ليك انت. الميت مش قضيته موضوع الزيارة، قضيته العمل الصالح.
ممكن لما ازور واعمل فرق. لا انقطع الا من ثلاث. الله يكبر خاطرك. تمام جدا. طيب من الشفاعات حد جوه جهنم وبيعذب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اشفع فيهم خرجهم، فربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من النار ويدخلهم الجنه بشفاعه سيدنا النبي. من شفاعات سيدنا النبي انه حضرتك في الجنه ويشفع لك يزيد منزلتك، يعني حضرتك في منزله في الجنه فترتقي، الله يكبر خاطرك فيرقيك بشفاعته. لا وفي شفاعه كمان حضرتك امر بيك الى الجنه وانا امر بي الى الجنه واحنا واقفين الباب مقفول باب الجنه تمام عايزين يفتح خازن الجنه رضوان مش هفتح، فالروح لمين؟ لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي سيدنا النبي محمد يقول انا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح لي، خبط على الباب يحرك الحلق، من يقول له؟ محمد. يقول له بك امرت الا افتح لاحد من قبلك. ربنا حرم الجنه على كل الانبياء حتى يدخلها سيدنا النبي محمد، وحرم الجنه على كل الامم حتى تدخلها امه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى شفع لنا في ان ابواب الجنه تتفتح لنا. افتح باب الجنه عرضه 1000 كيلو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما بين مصراعي باب الجنه كما بين المدينه وبصرى 1000 كيلو. فندم الباب الواحد عرضه 1000 كيلو، ما بين حلق الباب 1000 كيلو، وياتي عليه وقت وانه لكظيظ، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زحمه. سؤال اخير عشان وقتنا خلص وهنكمل الحلقه القادمه. حد بعت يسالني هو بمعنى كده اللي يقول لك انا بقدر احضر روح فلان ده كاذب مش صادق؟ كاذب اللي يدعي استحضار الارواح، كاذب نصاب دجال. الارواح عند الله لا ترجع الى الدنيا، قال الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي سبق القول مني إنهم إليها لا يرجع. إذن الحلقة القادمة هنسأل الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق الفرق بين الروح والنفس والقرين الأسبوع القادم إن شاء الله.